صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 75 لسنة 2021 بتعيين وكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جاء فيه المادة الأولى: يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من أولا السيدة نورة حسن إبراهيم العسم وكيلا مساعدا للموارد والمعلومات، ثانيا السيد نواف السيد هاشم عبد اللطيف السادة وكيلا مساعدا لشؤون التعاون الدولي.